Ça va, j'allais bien. J'allais bien, mais nous aussi. بارك الله. اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفا. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره في هذا العرس الكروي اللي كما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل بالالاف. الجمهور القنيطري حاضر، ساكنه قنيطره كيفما كتشاهدوا معنا تبارك الله حاضرين كاملين، كبير صغير، ناس كبار ناس صغار كيفما كتابعوا معنا متابعين، جايين يحضروا المشاهد مباراه القدم على هذه الشاشه اللي كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفا قناه الشعب. مرحبا بكل اللي تحت بنا الان في هذا البث المباشر. غادي نتكلموا مع واحد المراه اللي هي مراه كبيره. السلام عليكم لاله، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. لاله جاي تشجع المغرب لاله؟ نعم لاله. امين يا ربي. شحال كتوقعي ان شاء الله يربحوا؟ شحال لاله كتوقعي؟ جوج ان شاء الله رابحين ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يا ربي. شايفة مرحبا بك معنا، انت جبتيها معك، مرحبا بك لاله معنا ومرحبا بكل المتابعين القناة شوف تيفا قناة الشعب. الان باش تعرفوا احنا كنتواجدوا في مدينة قنيطرة كما كتشاهدوا معنا تبارك الله الالاف ديال الساكنة القنيطرة كيف ما كتابوا معنا. لاله شنو كتوقعي ان شاء الله النتيجة ديال هذه المباراة؟ نطلبوا المباراة نربحوا ان شاء الله. شحال ان شاء الله؟ ان شاء الله راكي المغرب ان شاء الله باذن الله. ديما مغرب اكيد طبعا، ديما مغرب الله يعز الكراكي وليداته، الكراكي وليداته والد الكراكي تحيه من هذا المنبر. انا بغينا نربح ان شاء الله. نعم هذه هي هذه هذا هو الماتش الاخير بينا، هذا هو الاخر ان شاء الله، هذا هو اللي بغينا نربحوا فيه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. نتوقعوا من الله ان شاء الله. والله جوج صفر ان شاء الله، جوج صفر ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفا قناه الشعب، فكيف ما كتابعوا معنا الاجواء رائعه في هذه الاوقات تبارك الله تبارك الله. كيف ما كتابعوا غنسمعوا عند واحد المراه اللي جايه اليوم. السلام عليكم لاله، انت من الاوائل اللي جيتي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. الله يبارك فيك. شحال ان شاء الله كتوقع النتيجه ان شاء الله لاله؟ كنتوقع اسيدي يديروا ثلاثه. ثلاثه؟ ثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله لما غا ثلاثه ان شاء الله بغيت المغرب ديما المغرب ان شاء الله ديما مغرب لاله. ان شاء الله لاله. ان شاء الله. اذا كيف ما كتابعوا معنا السيده مرحبا بك لاله معنا في هذا البث المباشر. لاله ونكونوا مساكن كيفرحونا الله يفرحكم. امين يا لاله. ان شاء الله نتمنوا لهم جوج زيرو ان شاء الله. انا جاي جوج زيرو ان شاء الله. جوج زيرو كتوقعي ان شاء الله؟ لاله السلام عليكم سمعنا المباشر، شنو كتوقعي ان شاء الله النتيجه ديال المغرب؟ جوج زيرو ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب ديما مغرب وعاش الملك عاش الملك طبعا عاش الملك ديما مغرب ان شاء الله الحمد لله. اذا كيف ما كتتابعوا معنا تبارك الله ساكنه مدينه قنيطره كتتواجد تبارك الله دائما. السلام عليكم اهلا وسهلا صباح سيدي بخير ساعه تحيه لك بخير لك ان شاء الله مربوحه ان شاء الله جوج زيرو فوز عربي مغربي مستحق ان شاء الله وندوزو التاهل ان شاء الله الربع النهائي. كل شيء فرح صغير كبير شويه وفي النساء اطفال كلنا قطر شكرا قطر شكرا التنظيم شكرا وليد الركراكي وان شاء الله مربوحه والنصف النهائي والنهائي وعلاش كاس العالم ان شاء الله ديما ان شاء الله كنتفائلوا ان شاء الله بخير كاس عربي ان شاء الله يفرحونا وذوي الهمم راه معاكم قلوبهم حتى هما والتشجيعات ديالهم وتحياتي للمنتخب فردا فردا وحده وحده ودايم الله ان شاء الله الحمد لله. شكرا لك. كيف ما كتابوا معنا هذو الناس اللي حسيتوا بالحظ اذا كيف ما كتابوا معنا شوف تيفي مرحبا. فكيف ما كتابوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي سيفيا. اذا شوفوا تبارك الله الجمهور حاضر بقوه ساكنه مدينه قنيطره كيف ما كتابوا معنا متابعين الافاضل ومازال ان شاء الله قبل المباراه. اذا كيف ما كتابوا ان شاء الله عفوا في المباراه يكون اكثر عدد. اذا كيف ما كتابوا معنا شباب Yeah.
كاين حماس وكاين واحد اجواء رائعه في مدينه قويقيره. كيفما كنشاهدوا اجواء رائعه في مدينه قويقيره عاصمه الغرب. تبارك الله تشوفوا الكبار والصغار كيتواجدوا الان في هذا المكان في هذا المكان. اذا كيفما كتابوا معنا متابعين هذه إذا كيف ما كتبوا معنا أحد الشباب. نعم مرحبا تفضل. نعم إن شاء الله ديما حلالة وشكرا. وهذه مناسبة شكرا. إذا هذه مناسبة كيف ما كنتمناو الشفاء العاجل للعابة ديال النادي القنيطري اللي عملوا واحد الحادثة سير. نتمناو الشفاء العاجل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. تحية كيف ما كتهلوا معنا رجال الأمن تحية لهم تبارك الله حاضرين. كذلك تحية للوقاية المدنية وأيضا الهلال الأحمر اللي كيتواجد الآن جميع المقاعد مدينة قويقيرة تبارك الله. إذا كيف ما كتهلوا معنا متابعين الكبار والصغار كيتواجدوا في هذه اللحظات. متابعين تحية للناس ديال السيد القائد والسيد الباشا لمدينة قويقيرة كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفاضل. هنا كيتواجدوا الناس ديال الهلال الأحمر المغربي كيف ما كتابعوا معنا متابعين. كذلك تحية الناس ديال سونزاسيون اللي ساهمين على هذا العرس الكروي اللي كما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل. هنا الشاشة من الخلف كاين الشاشة كيف ما كتابعوا تبارك الله. ومازال غيكون واحد الجمهور قوي اكثر من هذا كيف ما تتابعوا معنا غيكون اكثر من هكا باقا ساعه وان شاء الله يكون جمهور قوي حاضر. اذا راه هما كيف ما كتابعوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شوفوا قناه الشعب تبارك الله الساكنه حاضره كامله. اجواء رائعه في مدينه قويقيره. تحيه للسيد القائد كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شفتي قناه الشعب تبارك الله حاضرين ساكنه قويقيره بالالاف اللي حاضره. ومازال غادي يجي جمهور اكثر من هذا ان شاء الله ملي كيكون قرب المباراه كتكون اكثر واكثر. اذا متابعين افاضل متابعين قناه شفتي قناه الشعب غادي نشوف هنا. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين غادي نشوفوا حتى الشوارع ديال مدينه قويقيره في هذه اللحظات. غادي نشوفوا معكم حتى الشوارع ديال مدينه قويقيره معكم في هذه اللحظات كيف دايره وبعض اماكن مدينه قويقيره في هذه اللحظات. خليكم معنا وغادي ان شاء الله نشوفوا. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين ومتابعات قناه شفتي قناه الشعب في هذه اللحظات متابعين اذا غنوريكم الشوارع كديره ومملوءه. كذلك ايضا جميع المقاهي بمدينة قويقيرة تبارك الله كاملة مملوءة إلى الآخر. كاين الناس اللي باغيين ما لقاوش كيفما كيقولوا لي ما لقيناش بلاصتنا والو ما لقيناش بلاصتنا والو. جميع المقاهي مملوءة إلى الآخر الحمد لله. إذا هذا عرس اليوم عرس كروي طبعا إن شاء الله كنتمناو يا ربي بجهد الله كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي إن شاء الله بحول الله. كيفما كتابعوا تبارك الله أنتم جميع الاماكن ديال جميع المقاهي عفوا جميع المقاهي مملوءه الى اخر. ما كاينش بلاصه انتم كيفما كتشاهدوا ومازال اماكن اخرى غادي نوريوها لكم ان شاء الله في الشوارع مدينه قويقيره. وبالضبط حنا كنتواجدوا بين شارع محمد الخامس وشارع ديما مغرب ان شاء الله. كيفما كتشاهدوا معنا غادي ان شاء الله كنتمناو ان شاء الله فوز المنتخب المغربي وكيفما كيقولوا مجموعه ديال الناس 2-0 ان شاء الله باذن الله. انتم في نظركم شنو كتوقعوا؟ كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الافاضل شنو كتوقعوا ان شاء الله النتيجه تكون اليوم ان شاء الله بحول الله. اذا كيفما كتابعوا معنا اذا هانتوما جميع المقاهي مملوءه الى الاخر. مثلا غادي ندير معكم جوله. اذا مرحبا بكل اللي تحق بنا في هذا العرس الكروي. اذا هانتوما مازال كيتوافدوا ساكنة القنيطرة متابعين ومتابعات قناة شفت في قناة الشعب مازال كيتوافدوا عصافير الجمهور. اذا كيف ما كتابعوا هنا من هنا حتى الاخر كيكون
تقريبا مليون ونص اللي كتكون ديال الجمهور اللي كيكون ان شاء الله ملي غادي ان شاء الله نفوزوا غتشوف واحد الاجواء اخرى مختلفه على هذه الاجواء اللي كتشاهدوا معنا دابا الان. اذا كيف ما كتابعوا إذن احتفالات صراحة في أي بلاصة كتمشي كتسمع احتفالات وموسيقى والناس ناشطين الحمد لله. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي إذن كتشوفون كتشاهدوا معنا. إذن كيف ما كتتابعوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشاب. إذا كتلاحظوا معنا هانتوما هاي بعض المقاهي هانتوما كيفما كتشاهدوا معنا مملوءة حتى الأخير. إذا هنا الجمهور كاين ديالنا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افراد المتابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. ديالنا دائما معكم الموسيقيين ناخذوا من راي الناس المتابعين الافاضل كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل كيف ما كنشوفوا غنشوفوا مع احد. السلام عليكم مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شنو كتوقع ان شاء الله النتيجه ديال اليوم؟ كنتوقع 2-1 بإذن الله. المغرب غيغلب الإسبانيا بجوج لواحد إن شاء الله. إذا نعم شحال كتسلوى؟ 3-1 إن شاء الله الحمد لله. إذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفراد متابعين قناة شوف تيفي إذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفراد متابعين قناة شوف تيفي تبارك الله الجمهور حاضر بكثافة كبير صغير كي حاضرين. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين إذن كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب. إذن الأجواء كيف ما كتلاحظوها معنا في الشارع ديال مدينة كونيتيرا أخذ صور تذكارية كيف ما كتشاهدوا معنا الساكنة. هذا العرس الكروي اليوم الحمد لله كل الحمد لله فرحان وكل رفع راية المغرب الحمد لله إلى السلام عليكم مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شو كتوقع إن شاء الله النتيجة ديال اليوم؟ ان شاء الله صعيب شحال ديما المغرب ان شاء الله كنشوفك انك دايره لبسه ووجده ان شاء الله يربحوا ان شاء الله بحول الله. شحال كتوقع ان شاء الله النتيجه تكون؟ المهم يربحوا صافي ياك المهم يربحوا. مرحبا مرحبا. اذا كيف ما كتابعوا معنا كيف ما كتابعوا معنا شحال كتوقع ان شاء الله النتيجه؟ اذا كيف ما كتابعوا معنا قلنا كيف ما كتوقع معنا متابعين قلنا كيف ما كتابعوا معنا قلنا كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل متابعين افاضل متابعين قناة شاد اجواء مدينة تبارك الله عندنا السواسة وموجودين تبارك الله هما إذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين تبارك الله حتى بداية السؤال موجودين غادي نشوف مع واحد الشاب. إذا كيف ما كتابعوا معنا الأجواء مدينة كونيتيرا والشوارع ديال مدينة كونيتيرا معنا أحد الشباب اللي كيتواجد
في هذه اللحظات معنا على المباشر. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. قول لي اسامه، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. قول لي شنو كتوقع ان شاء الله النتيجه ديال اليوم؟ ان شاء الله اول شيء ان شاء الله النتيجه تكون ان شاء الله ايجابيه ان شاء الله، لان كنشوفوا الماتش ديال روسيا اللي كان بين المنتخب المونديال ديال روسيا ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الاسباني، كان واحد التاثر كبير. وان شاء الله كنتمنوا انتصار المنتخب ديالنا المنتخب المغربي، وعلاش لا ان شاء الله نكونوا متاهلين للنهائي ان شاء الله. ديما ان شاء الله بحال هكا كنتفائلوا الخير ان شاء الله. ف اجي اسامه شدوا 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 إذا كيفما كتابعوا دائما معنا في هذا العرس الكروي، الحمد لله مازال ساكنة كتحاضر ومازال كتجي ومازال كتخدم كيفما كتشاهدوا معنا كيفما كتابعوا معنا. تبارك الله مازال كيتوافدوا الجمهور القنيطري بحاضر بقوة، مازال كيجيو من جميع النواحي ديال مدينة القنيطرة كيفما كتشاهدوا معنا الشوارع مازال كيتوافدوا على وسط مدينة القنيطرة في هذه اللحظات. متابعين ومتابعات قناة شوفوا الحمد لله اليوم عرس كروي أجواء رائعة، خصوصا أنا صراحة كنقولها هذا نفسي كنقول على على تحية ديما المغرب إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا الحمد لله أجواء رائعة في مدينة القنيطرة، خصوصا مدينة القنيطرة كتلاحظوا واحد الجو شنو نقول لكم رائع بزاف ما تصوروش كيفاش داير الحمد لله. اذا متابعين الافاضل من قناه شوف تيفي ما بقى اللحظات ان شاء الله، وان شاء الله تبدا المباراه تقريبا حوالي بالضبط بقى الساعه قل عفوا الساعه قل 8 دقائق بقى ان شاء الله المباراه باذن الله تعالى، وان شاء الله انتصار الاسود الاطلس ان شاء الله بحول الله، وان شاء الله نكونوا نفرحوا كامل ان شاء الله وتكون اجواء رائعه ان شاء الله كيف ما تعودنا عليها في مدينه قطر وجميع المدن الحمد لله من طنجه للقويره والمغاربه ان شاء الله يفرحوا كاملين كيف ما كتابعوا معنا. هنا في هذا المكان راهم حافلين كاع باش ما يجوش السيارات، لان كيكون واحد الجمهور ديال مدينه قطر من الاول حتى الاخر كيكون واحد الاجواء رائعه صراحه. ما عرفتش كيفاش نعبر لكم ونوصف لكم، راه الوصف راه قريب في حق هذا اللي غنقول لكم صراحه اللي غتشوفوه ان شاء الله معنا كاملين باذن الله تعالى. اذا كيفما كتابعوا معنا كيفما كتابعوا معنا متابعين الافاضل متابعين القناه شوف تيفي مازال 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 ساكنه في مدينه القنيطره مازال كتوافد مازال جايه ومازال الحمد لله مازال الناس كيتوافدوا الوسط المدينه. اذا كيفما كتلاحظوا معنا متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي قناه الشعب مازال الحمد لله كيتوافدوا الساكنه في القنيطره ومازال كيحضروا كيفما كتلاحظوا. اذا هنا من نواحي كيجيو من نواحي القنيطره من الاحياء ديال مدينه القنيطره من هنا كيجيو من هذا المكان اللي كتلاحظوا معنا فيه واللي كتشوفوا معنا متابعين الافاضل. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا مازال الساكنه القنيطره كتوافد على وسط مدينه القنيطره. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا تبدأ الصغار غادي فرحانين والحمد لله مع والديهم كيف ما كتشاهدوا معنا. إذا الأجواء رائعة أجواء شنو نقول لكم مثيرة صراحة، وخصوصا في هذا النهار هذا الحمد لله هذا نهار العرس الكروي اليوم عرس الحمد لله ديال المغاربة كاملين من طنجة للقويرة. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا جميع المقاهي مملوءة إلى آخر. إذا كيف ما كتشاهدوا مازال السكنة جاية مازال كتهبط الوسط القنيطرة فين وريناكم في السابق في كاين هذيك الشاشة الكبيرة.
إذن مازال حنا معاكم مواصلين على المباشر. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أصدقاء متابعين قناة جوج تيفي قناة الشعب، مازال معكم مواصلين هذا المباشر من مدينة قويطرة. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معنا مازال كي ساكن قويطرة ولا وحية كيتوافدوا على وسط المدينة، والحمد لله غنشوفوا واحد الجو رائع إن شاء الله. من بعد يكون واحد الاحتفال، واحد العرس كروي عائلي ما تصورش كيدير، واحد الجو اللي صراحة ما تصورش كيدير، واحد ما صراحة في هذه اللحظات كيعجز الكلام على هذا كيفاش نوصف لكم هذا العرس الكروي اللي كيكون في مدينة، خصوصا مدينة قويطرة صراحة اللي كنلاحظ تبارك الله رائع روعة. قلنا كيف ما كتسمعوا هذه بعض المقاهي اللي شنو نقول لكم هذه الساعة مازال عامرة. هانتوما اذا كذلك بعض المقاهي اللي دابا كيدخلوا لهم الا بالتذكره، كيدخلوا لهم بالتذكره، كاين كل واحد بشحال ديال لهم، دونك كيبداو التذاكر من 20 درهم هما طالع حتى 30 درهم حتى 25 درهم 30 درهم، كاين اللي ب 50 درهم بعض التذاكر ديال المقاهي. هذا اليوم اليوم خصوصا انهم خصوصا ان اليوم هذه المباراه كي اول مباراه المغربي كنلاحظوا بعض المقاهي اللي رافعين الثمن ديال التذكره، كيكون دخول بالتذكره بالثمن كيف ما شرحت لكم. كاين بعض المقاهي اللي دايرينها 20 درهم، كاين 25، كاين 30، كل مقهى شحال دايره. اللي كيف ما كتلاحظوا معنا مازال حنا في الشارع ومازال في الوسط، لان هذه البلاصه كامله اللي كنتواجدوا فيها راها كتكون عامره بالسكن الخويا ديالها. اذا كيف ما بغيت نوريكم المكان كامل اللي شفتوا في اللايف الاخر اللي فات ديال في مدينه قويطرة، في اللايف اللي شفتوه معنا كاملين المتابعين الافاضل، هذه من الراس حتى البلاصه اللي كنا فيها هو كيكون السكن الخويا عامره واحتفالات، كتكون واحد الاجواء اكثر من رائعه صراحه. إذا كيف ما كتابعوا معنا هانتوما مازال السكن في قويطرة مازال كتوافد على وسط المدينة. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا مازال كيتوافدوا بقى المباراة حوالي. تصور 40 دقيقة هي كيف ما كتلاحظوا معنا، هادو بعض المقاهي اللي هاد الساعة هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا بعض المقاهي اللي من الأول حتى الأخير متابعين الأفضل. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين ومتابعات قناة شوف تلقوا الشرق، كيف ما كتلاحظوا معنا عامرة بزاف جميع المقاهي تماما من الاول حتى الاخر ديالها. اذا مازال معكم مواصلين متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي، مازال مواصلين معكم اجواء مازال مواصلين معكم في هذا المباشر. سمعتم تيفي مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، شنو التوقعات ديالكم في هذه المباراه ان شاء الله؟ ان شاء الله ينتصر 1-0 ان شاء الله، 1-0 ان شاء الله بحمد الله ان شاء الله بحمد الله. شكرا لك. اذا كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الحمد لله السكن في قويطرة كامله متفائله بالخير الحمد لله الحمد لله، خصوصا ملي شفنا المباراه الاولى والثانيه والثالثه الحمد لله كامله اللهم لك الحمد ربحوا واحد الجو الحمد لله. هذا الماتش وهذا المباراه ان شاء الله اليوم حتى المغاربه كاملين متفائلين بالخير ان شاء الله، وان شاء الله تكون النتيجه ايجابيه ان شاء الله بحول الله. اذا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، نبقي اذا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في لايف اخر كيف ما شرحنا لكم كيف ما قلنا لكم من هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه هذا اخر نقطه حتى لاخر نقطه كيف ما كتابعوا معنا الى اخر المكان وهي مملوءه عامرة بالجمهور القنيطري. إذا تبارك الله عليكم وشكرا، نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله وفي متابعة أخرى إن شاء الله في أجواء أخرى إن شاء الله بحول الله.
دمتم في رعاية الله وحفظ الى اللقاء.